يقوم القيادي الحوثي يحيى الشامي وأولاده بسرقة الآثار اليمنية من ظفار في بيت الأشول وجبل عصام بالسدة وكذلك جبل ذودان في العود بالنادرة. وقالت المصادر بأن زكريا وهو وزير النقل في حكومة الكهنوت الحوثي وأحد أبناء يحيى الشامي مهندس الانقلاب الحوثي عسكريا يقوم بعملية تسهيل تهريب هذه الآثار التي يرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل الميلاد وذلك لبيعها في مزادات دولية في عواصم عربية وأجنبية.